معذبي بالحب يا قدوة تهدى. بين رمال وادي رم الحمراء وأشعار الأمير محمد الأحمد السديري، يسافر المشاهد الخليجي والعربي العاشق للأعمال البدوية إلى أوائل القرن الماضي وإلى صحراء نجد تحديدا، ليتابع قصة حب خالدة في مسلسل الدمعة الحمراء. في شيء من ساعة ما دخلنا الأرض وحالتك تقلب فراشي شوك. دمعة الحمراء، العمل الأول للإعلامية في محطة MBC علا الفارس، التي تطل على المشاهدين من خلاله برفقة الفنانين السعوديين تركي اليوسف وعبد المحسن النمر، بالإضافة إلى نخبة من فناني الأردن والعالم العربي. قبل ما أبلش أدخل الدور فعليا والتمثيل قعدت يمكن أسبوع كامل ما عم بعرف أكل، ما عم بعرف أنام، صبتني حالة نفسية ما بعرف شو هي. أول 10 أيام بالتصوير يعني أطلع أقول أنا مش هون، هذا مش مكاني، أنا شو عم بعمل. أعمال بدوية استهوتك إلى حد معين وقدمت عمل يعني نال إعجاب الجماهير العام الماضي، إيش يتوقع جمهور الأعمال البدوية في رمضان من الدمعة الحمراء؟ بالدمعة الحمراء اختلف الوضع شوي، احنا خصوصية سعودية اكتر في العمل، رواية اتوقع انه الغالبية العظمى من الناس في السعودية بيعرفوا هاي الرواية، قيمتها اعلى كمان باشعار سمو الامير محمد السديري. شو تشيل معك؟ قدم الفنان السعودي الراحل محمد العلي العمل منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن ولاقى نجاحا في ذلك الوقت، فيما يعمد صناع العمل الجديد على تطور المؤثرات المرئية والسمعية وإبراز الجرافيك في خلق صورة مطابقة لخيال الكاتب ورؤية المخرج. هون بجسد شخصية الشاب الحقيقة اللي هو الند لشخصية العراف اللي بجسدها الفنان عبد المحسن النمر، وتشرفت في العمل معه حقيقة. شخصية مختلفة، هو يعني مؤكد لنفسه الشاب وراكب راسه انه له ثأر عند هذا الرجل قتل اخيه سابقا رفيقه يعني، فبيظل طول العمل يعني في حاله من النديه والرغبه باخذ الثأر من العراف. ازياء العمل واكسسواراته ايضا حظيت باهتمام قطاع الانتاج لنقل تلك الحقبه الزمنيه بحذافيرها الى المشاهد الذي يرغب في مشاهده الاعمال البدويه المفعمه بالتاريخ والخيال والشعر المرهف. ماجد الفاسي، العربية.